اليوم حضرنا مدربين صحفيتين لكل من مدرب الوداد الرياضي ومرفوق بالعميد يحيى جبران، وحضور يعني مدرب نادي الاهلي كولر والشناوي. اظن المدربين تحدثا عن المباراه كل واحد من وجهه نظره، ويعني في كولر يتحدث عن المباراه هي مباراه النادي الاهلي، الاهلي هو من يملك نقاط ثلاث وان له كامل الحظوظ من اجل ظفر بهذا الكاس. سيفن باردر بروك هو يتحدث كذلك بدوره على ان المقابله هي مقابله لن تكون سهله، وان الوداد سيعمل مجهودا كبيرا من اجل يعني بقاء الكاس هنا في الدار البيضاء. يحيى جبران تحدث على حضور وليد الركراكي وفوزي القجاع رئيس الجامعه الملكيه في المعسكر الذي يقيمه الوداد طبعا بدعم من الجامعه، وعن دعم وتحفيز التي يقدمه سواء الجامعه او وليد الركراكي. اظن ان المقابله صعب التكهن بها لان هي مباراه نهائي ومفتوحه على 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 مصراعيها. يمكن الوداد ان يسجل ويفوز بهدف لصفر، ممكن ان النادي الاهلي يتماشى مع المباراه ويعني ويخرجها بالتعادل. اظن انها ان يصعب التكهن باي نتيجه كيفما كانت، خصوصا مباريات نهائي، وخصوصا انما يلتقي يعني ناديين من احسن النوادي في افريقيا. بخصوص مباراة النهائية بين الوداد الرياضي والاهلي المصري، نتيجة الذهاب غتخلينا نشوفوا مباراة مفتوحة من جهة فريق الوداد الرياضي، حيث هو داخل المباراة منهزم غيبغي يسجل الهدف اللي يخليه يكون هو البطل. العكس ديال النادي الاهلي غادي نشوفوه باغي يحافظ على الهدف ديالو ويرجع للور. النتيجه ديال 2-1 كتبقى نتيجه ايجابيه للوداد، بحيث انه كون سالت المباراه 2-0 انا بالنسبه لي كانت صافي انتهاش والاهلي غيكون بطل، لكن هدف سيف ديمبورا رجع الامل لفريق الوداد الرياضي، بل عطاه 50% 50% لفريق الوداد الرياضي، وهدف كافي. وكنتمنى ان شاء الله يجي الهدف ويجي هدف وجوج وثلاثة، والوداد الرياضي ان شاء الله يكون هو البطل ديال هذه النسخة، ونأكدوا ان الوداد الرياضي عقدة ديال الاهلي المصري. مباراة اكيد انها عرس رياضي اولا قبل كل شيء بين فريقين عريقين على المستوى القاري. الوداد هو حامل لقب، الاهلي المصري اكيد هو سيد البطولات على المستوى القاري. مباراة الذهاب كتعطي حسابين من حيث على الورق كتعطي افضليه للوداد بحكم الهدف المسجل في القاهره، لكن يجب الحيطة والحذر. هذه مباراة نهائية عندها خصوصيات، يمكن الوداد بإضافة لعامل النتيجة عنده حافز اللي هو حافز اللعب أرضية ميدانه أمام الجماهير، كنعرفوا خصوصيات مركب محمد الخامس. كان أيضا الحافز المعنوي ديال أنه سبق لأنه توج باللقب على حساب نفس المنافس في مناسبتين، يسعى أنه يتوج باللقب المرة الثانية على التوالي، وهي من أشياء زعما نادرة في داخل سجل مسابقة عصبة الأبطال الأفريقية. زعما كل الظروف مواتية، معنويات مرتفعة عند اللاعبين. شفنا اليوم يحيى جبران في الندوة الصحافية كيفاش تعامل مع الأسئلة ديال الصحفيين، كيفاش تواصل، كيفاش وصل الرسالة ديال المجموعة ككل. أمور تسير في شكل جيد، تحضيرات المباراة، المغرب اعتاد على أنه ينظم أحداث كبرى، ماشي غريب أنه غدا يكون واحد البلاطو تنظيمي يليق بالحجم ديال اللي وصلت ليه كرة القدم الوطنية. نتمنى الأمور تمر على ما يرام، نحضروا لواحد عرس كروي يليق بالفريقين، واكيد ان المنتصر غدا هو زعما غتكون هو كره القدم الوطنيه والصوره ديال المغرب. المباراه ما غتكونش سهله، اكيد خاص اللاعبين يتعاملوا بحيطه وحذر، ما تكونش ثقه مبالغه، لانك كتواجه الاهلي فريق متمرس عنده لاعبين متمرسين. لكن اولا قبل كل شيء كنتمنى انه الامور تمر في بلاطو رياضي، والافضل هو اللي ينتصر غدا ان شاء الله في مباراه النهائي. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.